بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، طلبت مني القناة أن أبحث عن برنامج يقدم خلال شهر رمضان المبارك، فقلت سبحان الله، ما من موضوع إلا وتحدث عنه. لكن استخرت الله سبحانه عن موضوعات تتعلق بهذا الشهر الكريم، لنحيي فيه ذكريات عطرة من ماض تليد. قلت سبحان الله، لما لا نتحدث عن بعض من الصحابة الأجلاء كانت لهم بصمات في هذا التاريخ المجيد، نتحدث عن أعلام لهؤلاء الصحابة لم يعطهم التاريخ حقهم، أمثال سعيد بن زيد، طلحة بن عبد الله، كثير وكثير، أسيد بن حضير. فقلت سبحان الله، لما لا نتحدث عن هؤلاء ليعلم المسلمون كم ضحوا وكم بذلوا حتى انتشر هذا الدين. نحن نعلم سادتنا العظماء أمثال أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، لكن الغالبية إنما نمر عليهم في كتب السيرة دون أن نعرف دقائق حياتهم، كيف دخلوا الإسلام، كيف أسهموا في بناء هذه الدولة. فقلت لنبدأ بهذه الثلة الكريمة من صحابة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وها نحن اليوم نبدأ بعلم من هؤلاء الأعلام العظام، رجل أعطى من وقته ومن جهده ومن دمه لهذا الدين العظيم حتى وصل إلينا على الحالة التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الخلفاء الراشدين من بعده، وها نحن نتنعم بهذا الدين العظيم إلى يومنا هذا وإلى أن يرث الله الأرض وما عليها وهو خير الوارثين. إخوة الإيمان، اليوم نبدأ بهذا الصحابي الجليل وهو سعيد بن زيد رضي الله عنه وأرضاه. إخوة الإيمان، سعيد بن زيد هذا هو أحد العشرة المبشرين بالجنة. ما أعظم من يبشر بالجنة، ومن الذي يبشره؟ سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. تعالوا لنتعرف على هذه الشخصية. هو سعيد بن زيد ابن عمرو ابن نفيل من بني عدي، وهو ابن عم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، ابن عم الفاروق. كان بينهما نسب ومصاهرة، فسعيد بن زيد تزوج بشقيقة عمر بن الخطاب، وعمر بن الخطاب تزوج بشقيقة سعيد بن زيد واسمها عاتكة. لكن قبل أن نتحدث عن سعيد وعن هذا الجهد والعطاء الخير الذي بذله، لابد أن تكون له خلفية ويكون له تراث أخذه ممن أخذه من والده. والده هو زيد بن عمرو. إخوة الإيمان، الغريب جدا أنه كان قبل أن يأتي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كان هناك من العرب من عارضوا عبادة الأصنام. هذا كان توجه لبعض من هؤلاء، رفضوا أن يعبدوا الأصنام. هذا التأثير كان له أثر على تربية سعيد بن زيد. لماذا؟ لأنه كان هناك أربعة
ممن رفضوا أن يتعبدوا هذه الأصنام، وهم ورقة بن نوفل وعثمان بن الحويرث وعبيد الله بن جحش وزيد بن عمرو. هؤلاء كانوا يسمون بالأحناف أو بالحنفاء. نحن نتحدث بشيء بسيط جدا عن هؤلاء. هؤلاء كانوا يعتقدون أن العبادة التي كان يتعبدها العرب في الجاهلية لا يمكن أن تكون دينا يتقرب به. ففي أحد الاحتفالات اجتمع هؤلاء الأربعة، وهم كما ذكرت ورقة بن نوفل وعثمان بن الحويرث وعبيد الله بن جحش وزيد بن عمرو. قال هؤلاء: والله ليس قومنا على شيء، لقد أخطأوا دين أبيهم إبراهيم، ما حجر نطوف به لا يبصر ولا يسمع ولا يضر ولا ينفع، نتعبده نحن، نعبده نحن. فلذلك قالوا: لنلتمس لأنفسنا دينا غير هذا الدين. وبدأوا يفكرون: ما هو هذا الدين الذي يمكن أن يستبدلوا به دين الآباء والأجداد؟ فاهتدى ورقة وعثمان للنصرانية فتنصرا. إخوة الإيمان، نحن ماذا نجد؟ نجد خديجة رضي الله عنها وأرضاها عندما ظهر هذا النور الإلهي على الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، أسرعت خديجة إلى من؟ إلى ورقة ابن نوفل، وهو ابن خالتها، تسأله عن هذا الدين الجديد الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. إذن ورقة ابن نوفل، أما زيد لم يدخل النصرانية. لماذا؟ لأنه لم يقبل بفكرة التثليث التي كانت. فسبحان الله، له قولة جميلة جدا، يقول: كيف أخرج من تعدد آلهة إلى تعدد آلهة أخرى؟ لذلك التثليث ما هو؟ هو أن النصارى يقولون باسم الآب والابن والروح القدس، فثلاثة، وهؤلاء يقولون بهذه الأصنام التي كانوا يعبدونها لتقربهم إلى الله زلفى. لذلك نجد كان على ظهر الكعبة 360 صنما، يعني خرجنا من 360 صنما لنأتي إلى عبادة ثلاثة آلهة. فلذلك أبعد نفسه عن عبادة الأصنام. وكان الغريب جدا أنهم حتى في الجاهلية كانوا ينكرون على العرب أكل الميتة والدم وغيرها، كان هو يعتقد أنه عاد لدين إبراهيم. وسبحان الله، إخوة الإيمان، كان يسند ظهره إلى الكعبة. انظروا إلى هذا الحديث الذي كان يجول في خاطره، وكان يقول لهؤلاء المشركين: يا معشر قريش، والذي نفس زيد بيده، ما أصبح أحد منكم على دين إبراهيم غيري. وأنشد أبيات جميلة جدا، ماذا يقول فيها؟ يقول: فلا العزى ولا ابنتيها ولا صنمي بني غنم أزور، ولا هبلا أجل وكان ربا، لنا في الدهر إذ حلمي صغير. إذن كان زيد يعيب على أهل قريش أنها تذبح الذبائح على غير اسم الله سبحانه، ويقول: طيب هذه الشاة الله خلقها، والله هو الذي أنزل من السماء ماء فأنبت به تلك المراعي للأنعام، إذن الله هو الذي من وهو الذي تفضل، ثم تذبحونها على غير اسم الله، عجبا لكم، والله لا أكل مما لم يذكر اسم الله عليه شيء. لكن صراع، إخوة الإيمان،
صراع الإنسان في أعماقه، طيب لابد أن أبحث عن دين الحق، أين أجده؟ فاضطر زيد، أنا أحدثكم إخوة الإيمان عن هذا، لماذا؟ لأننا نريد أن نصل إلى هذه العقيدة الجديدة التي سرعان ما جاءت إلى الجزيرة العربية، فأسرع ابنه سعيد لاعتناقها، لما للخلفية التي كانت لوالده، لهذا الإرث الإيماني الذي كان يتغلغل في أعماق والده. لذلك زيد نجد إخوة الإيمان أنه طاف في أنحاء الجزيرة العربية يبحث عن ماذا؟ يبحث عن دين يخلو من هذه الأكاذيب ومن هذه الأساطير، يخرج من عبادة المادة إلى عبادة الله الواحد الأحد. وفي جولته هذه التقى براهب في مدينة الموصل، والموصل هي في العراق، فذكر له الراهب أن هناك نبيا سيأتي سيكون على دين إبراهيم ويكون خاتما لهذه الرسالات، وأوشك أن يظهر، وظهوره كما تدل النصوص على أن يكون بأرض الحجاز. ففرح زيد جدا بهذا الخبر وأسرع ليلتحق بأرض الحجاز، عسى أن يكون أول من يؤمن بهذا الدين الجديد، إلا أن الموت أدركه فحال دون وصوله بعدة سنوات كما يقول المؤرخون. شيء جميل جدا أن عامر بن ربيعة يروي فيما يروي أنه لقي زيد بن عمرو وهو خارج من مكة، ماذا يريد؟ يريد أن يذهب إلى حراء، فقال يا عامر إن نبيا آن له أن يبعث في هذه البقاع، وما أراني أدركت، فإن طالت بك مدة فاتبعه وأقرئه مني السلام. هذا الذي يقوله من؟ يقوله زيد لمن؟ لعامر. لكن أدركت زيد المنية ومات قبل أن يصل، فكأنه أدرك أنه سيموت، فقال لعامر إذا رأيت الحبيب، إذا رأيت هذا النبي أقرئه مني السلام وكن أول من يدخل إلى هذا الدين الجديد. يقول عامر فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كنت أول من اعتنق هذا الدين الذي جاء به، ولكني لم أنسى تلك الأمانة التي كلفني بها زيد، فقلت يا رسول الله أبلغك سلام زيد بن عمرو. انظروا إلى الحبيب المصطفى، ذاك لم يدخل الإسلام، فرد الرسول عليه السلام وترحم عليه، ويقول سعيد بن زيد جئت الرسول فقلت له إن زيد أبي كان كما سمعت فاستغفر له. ماذا كان رد الحبيب المصطفى؟ ذاك على دين آبائه، فإذا بالحبيب المصطفى يستغفر له ويقول قولة شهيرة علينا أن نتعمق في دراستها لندرك ما هي هذه الأحقاد التي بيننا على غير ملتنا وديننا. ماذا يقول الحبيب المصطفى؟ يقول عن زيد الذي مات على غير دين الإسلام، يقول الحبيب المصطفى إنه يبعث يوم القيامة أمة وحدة. هذا هو خلق الحبيب. نحن إذا خالفنا أحد برأي كفرناه، وإذا التبس عليه أمر وضعنا شأنه وحاربناه بكل قوة. والحبيب المصطفى إنما يذكر زيد
الذي لم يبلغه دين الإسلام ولم يرى الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. لنتعلم أخلاق المصطفى، لنتعلم، فهو القدوة. ليس قدوتنا فلان أو فلان، قدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم، والكل تبع له. هناك آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، أعتقد الآية 17 من سورة الزمر، اللهم لا إله إلا أنت، يقول فيها الله سبحانه وتعالى: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى. ساداتنا الذين فسروا القرآن قالوا هذه نزلت في ثلاثة نفر كانوا في الجاهلية يوحدون الله عز وجل. من هم؟ هم زيد بن عمرو وأبو ذر الغفاري وسلمان الفارسي. إذن شوفوا كيف هذه تربية. ربوا قبل أن يأتي النبي، وكأن الله يريد أن يعدهم. زيد والد سعيد أول من حارب وأد البنات. في كتب التراث كان كما نعلم بعض من العرب يعيدون بناتهم، فكان يذهب إلى الرجل الذي يتجه لوأد ابنته يقول له: أنا أتبناها وأكفيك مؤونتها، ويأخذها منه ويقوم بتربيتها. فإذا ترعرعت قال لأبيها: إن شئت أخذتها وإن شئت تركتها لي، أحمل عبئها وأرعاها. سبحان الله. ولذلك أنا قدمت لكم إخوة الإيمان كل هذا الحديث، لماذا؟ لأبين لكم أنه ليس عجيبا أن ينجب زيد بن عمرو ابنا يصبح من العشرة المبشرين بالجنة، من الذين منحوا الإسلام كل قوتهم، الذين أخلصوا لله إخلاصا لا يعلمه إلا من تحلى بتلك الصفات. فبذلك سنعيش مع سعيد بن زيد في الحلقة القادمة إن كان لنا في العمر بقية. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.